أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بدء تفعيل الخدمات المميكنة بمحافظة الإسماعيلية لتكون أول مدينة مميكنة تقدم خدمات إلكترونية على مستوى الجمهورية، مشددة على أن هدف برنامج تطوير الخدمات هو إرضاء متلقي الخدمة ووصولها بيسر للمواطنين. وأضافت الوزيرة أن الوزارة دربت 270 موظفا للاعتماد عليهم في هذه المنظومة حتى يتمكنوا من تطبيق الخدمات الجديدة.